شوف السؤال ده مع بعض، وهو سؤال الحقيقة مكرر. يعني الست اللي عندها 30 سنة وجاية هي عندها بريجننت وفي هيستوري اوف بايبولار ديس اوردر وبتاخد له علاج، زائد ان هي كانت بتاخد الكحول من 5 سنين وبتاخد كوكايين كمان حاليا مره كل شهر، وكان بيسال ايه الاحتمالات. هي عندها اسوشيتد بروبلمز، ما كانتش يعني ريليتد للمشكله قوي، ولكن البايبولر وادويه بتاعت علاجها زائد الكوكايين مره في الشهر مع الالكول كهيستوري، كل ده بيخليها مور لايبل لحاجه من دول، اللي هي كانت الاجابه المثلى طالما بتاخد الكوكايين والكول قبل كده وبتاخد ادويه لعلاج الانتي سايكا، يعني حاجات في علاج البايبولار ديس اوردرز. نيورال تيوب ديفكت احد الاحتمالات القائمه في الاطفال دول، فسواء كان الالكول او الانتي كونفالجنت، لو بتاخد ادويه انتي كونفالجنت بتنهيبت الفوليت ميتابوليزم، هي بتاخد افوليت بس ده بينهيبت الميتابوليزم بتاعها. الكوكايين من الحاجات اللي ايه اللي ممكن تعمل نيورال تيوب ديفكت. فهي الست معرضه من كذا وجهه نظر الحقيقه، ها اللي هي كانت 30 year old woman gravida 2 para 1 في الاسبوع ال 28 جايه وعندها قلنا history of bipolar disorder، زاد انها بتاخد الكحول كانت من 5 سنين وحاليا ماشيه على كوكايين once a month. فكل ده مع بعض يخليه احتماليه ايه ان يحصل نيورال تيوب ديفكت، اللي هي ايه هنا اهوت كده ومش فاصلهم، لكن هي اهي نيورال تيوب ايه ديفكت. فلما الاقي الحاجات دي كلها مع بعض افكر في احتماليه نيورال تيوب ديفكت. The best choice for treating chronic hypertension in pregnancy. هو جايب حالة pregnant وفي الآخر بيسأل سؤال إيه best choice for treating chronic hypertension في pregnancy عامة. هو حاطط مجموعة أدوية الحقيقة يعني أكتر من أكتر الحاجات اللي هي في pregnancy بتستخدم الحقيقة، اللي هو وقع عليه الاختيار اللابيتالول. اللابيتالول الحقيقة ده بيتا نون سيلكتيف بيتا بلوكينج ايجنت ومعاه الفا 1 ريسبتور بلوكينج كابابيلز، يعني both beta and alpha and beta blocker في نفس الوقت، و widely used during a pregnancy اللابيتالول. فلو واحدة pregnant وعندها hypertension اللابيتالول ده من أحسن ما يمكن، بيشتغل على البيتا والألفا ريسبتورز و relatively safe أثناء البريجنانسي، ما حصلش منه مشاكل قوي، فوقع اختيار هنا على اللابيتالول. في فيزيشنز بيعطوا حاجات اخرى، ولكن اللابيتالول الحقيقه من الحاجات اللي هي الى حد ما مطمئنه اثناء الايه البريجننسي لو في هايبرتنشن. Diagnosis of ectopic pregnancy can be ruled out in almost all clinical significant cases لو حاطط مجموعه حاجات. ايه الحاجه اللي تخليني اكسكلود ectopic pregnancy؟ طبعا نلاقي سيرم بيتا المفروض تبقى مفصوله هيومن كولونيك ناتروفينز واز نيجاتيف، دي تاكسكلود خالص موضوع الايه الاكتوبيك بريجننسي، لان في الاكتوبيك بريجننسي زي اي بريجننسي بتزيد الهيومن كولونيك ناتروفينز. فعشان كده الاجابه ايه اكتوبيك برينس بريجننسي كان بي رولد اوت لو السيرم بيتا هيومن كولونيك ناتروفينز ايه كان نيجاتيف، فدي لوحدها ايه وي كان رول اوت الايه الاكتوبيك بريجننسي لو السيرم بيتا هيومن كوريونيك جنادوتروفينز كانت ايه نيجاتيف زي الايه الرسمه دي. دي انا بقول ان هي بتبقى بوزيتيف، لو كانت نيجاتيف اي كان سي ان مفيش ايه اكتوبيك بريجننسي ان جنرال. The mother of 2 years old the child says that he can stand supported with difficulty and the only he only say mama what is your advice. يعني هو طفل عنده difficulty يعني stand supported with difficulty كمان، ها وبيقول كلمه واحده، فده يعتبر some form of neurological delay، لان في سن سنتين الطفل المفروض يبقى عنده القدره يعمل امور اخرى كثيره، يقول كلمات وبعض اكتر بكتير وجمل من 2 to 3 words، ويقدر يوك اب اند داون ويتحرك ريزونبلي ويل، محتاج ساعات تسنيده بس از اوكي اب اند داون ستيرز الون، لكن ان هو عشان يقف ومش تو ستاند محتاج سبورت في الستاندنج وما بيقولش غير كلمه واحده، ده محتاج اسس هيم نيورولوجيكالي في ديلي
نيورولوجيكال ديفلوبمنتال ديلاي ومحتاج اسسمنت للنيورولوجيكال سيستم كامل له. هنا السؤال ده: an 8-year-old boy goes to his GP following a diarrheal illness. On examination, he has mild jaundice. يعني هو راح للجي بي عشان شوية دايرية، وبعدين في الإكزامينيشن لقينا عينه مصفرية شوية. Which he has been before and his mother says it does not seem to bother him. يعني واضح إن كان بيجي له jaundice دي قبل كده وعينه مصفرية كتير بتصفر عادي يعني، ها وما فيش أي مشاكل يعني. What is the most likely diagnosis؟ لما يقول لي واحد عينيه بتصفر كده و doesn't seem to bother him ولقيتها بالصدفة في طفل، في الأغلب دي حاجة اسمها جيلبرت سيندروم، اللي هي عبارة عن هفكركو الجلوكيرونايل A ترانسفيريز activity بتبقى impaired في الليفر، فديفكت في إن البيليروبين يبقى ميتابولايز يعلى يحصل indirect hyperbilirubinemia. غالبا بتبقى مايلد والعينين عايشين طبيعي في الجيلبرت سيندروم ده، ها وبس بيجي لهم ايبيزودز اوف شويه جوندس كده اهوت خفيفه، يوجوالي ديتكتد از انسيدنتال فايندينج في الروتين اكزامينيشن بايوكيميكال تيستينج، نلاقي البيليروبين عالي ها او في الروتين اكزامينيشن الاقي جوندس زي الحاله دي، فكنا نوت باذرينج هيم وفي طفل صغير وتكررت عنده قبل كده، يبقى مش ريليتد للدايرية دي. يعني هو ده السؤال عاوز يقول كده، ان هي يعني في دايرية الالنس او في دايرية بيبقى معاها جوندس يعني، فدي برضو احد الاحتمالات، ولكن طالما تكررت قبل كده وعنده بتجيله كتير ونوت باذرينج هيم، دي غالبا جيلبرت سيندروم اللي هي ديفكت ايه في الجلوكيرونايل ترانسفيريز اكتيفيتي اللي هو مهم في الميتابوليزم اوف بيليروبين، لو في ديفكت فيه يعلى البيليروبين ويعمل ايه سام فورم اوف جوندس ذس نوت باذرينج ذا بيشنت، وما بتعملش اي مشاكل. والى اللقاء مع اسئله قادمه باذن الله.